قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا، ما من حيث اللغة نافية، وهذه الجملة ما كان ترد كما قال بعض العلماء ترد في كتاب الله عز وجل على معنيين: المعنى الأول أن يراد بها النفي، فنفي حصول هذا الشيء ووجوده، وذلك في قوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ففيه نفي أن يقع منهم إنبات للشجر. والمعنى الثاني أنها ترد بهذه الصيغة في صورة النفي، لكن المراد منها النهي كما في هذه الآية، فيكون ما كان للنبي نهي منه جل وعلا أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هذا الشيء المنهي عنه.